اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. رجعنا مره كمان بفيديو اللي هحاول فيه اوريكم اغرب المواقع اللي ممكن تشوفوها في حياتكم على النت. الموقع اللي انت تشوفها كده اقسم بالله تقول هو ليه اخترعوا الموقع ليه في ده في حياتنا اصلا. اسف انا كل مره بضحي بحياتي بخلقي وخلايا مخي ودماغي والاي كيو بتاعي عشان كنت اقسم بالله. فالنهارده هنخش على اغرب 7 مواقع ممكن تلاقيهم على النت، وفي منهم مواقع هيفيدك على فكره لو انت سنجل. ها اعتقد انت شفتها في الثامنيل، وهنحاول بقى نكتشف المواقع دي مع بعضينا. قبل ما نبدا تعمل لايك للفيديو دوت، نوصل فيديو 30,000 لايك، اشترك في الاشتراك وشغل الجرس ويلا بينا. لا استنى يلا بينا ايه، انا كنت كاتب ورقه هنا. ايوه ايه بقى، ما تنساش تعمل ام الانترو. ماشي اوكي يلا. ايه الاخبار يا شباب؟ معاكم بس قربنا الفيديو بقى وصل على 57,000 بتاع تحدي الضحك اللي فات. ها يعني 3,000 كمان وهيبقى تيت تيت تيت. يلا بس المهم اكتر من كده قلبين على الفيديو. يلا استعنا على الشاي بالله. اول موقع معانا موقع بقى للناس ايه اللي بتحب ايه يا تنام بمزاج يا تريلاكس يا فاهم، يا تخش تعمل يوجا والكلام اللي مالناش فيه اصلا دوت كمصريين. بس انا الصراحه اخترته عشان حاجتين. اولا اسم الموقع اسوفت مرمور فاهم، فتحس تحس انه مربوط بيا يعني. ايه هو الموقع ده بقى؟ بص انت بتخش كده اهو، عندك زرار بلاي كبير بتدوس عليه تمام. عندك تحت بقى اصوات لحاجات كتيره جدا. اولا ممكن مثلا ايه تعمل بقى الجو المناسب ليك انت بقى، فممكن نزود مثلا صوت مطره. بصوا صوت مطره مثلا اهو، وممكن نزود صوت البرق والرعد صوت فاهم تحس انه قوي كده. ايوه ممكن مثلا نزود صوت الرياح فاهم، تحس ان في صوت رياح جاي اقسم بالله يمين وشمال او من السماعات لو انت لابس سماعات كويسه. صوت نار مش عارف ايه اللي جاب نار في المطره والحاجات دي كلها، بس تحط صوت فيه دوشه دلوقتي انا مش سامع حاجه. وممكن مثلا تعمل صوت عصافير. بصوا وده السبب التاني اللي خلاني اختار الموقع صراحه. صراحه الموقع ده مقلب فيكم انتم. لا بجد ممكن تعمل حاجات تانية، ممكن مثلا تعمل صوت قهوه. انت في قهوه دلوقتي في محل بتاع قهوه مش عارف ليه الصراحه قاعد في قهوه ليه. ممكن تعمل صوت البتاع اللي بتلفوها دي يفضل يلفوها كده يطلع صوت جميل، ودوشه التلفزيون. من الاخر الموقع ده زي ما قلت لكم في الاول كده الناس اللي بتعمل ريلاكس والحاجات واليوجا والكلام دوت فاهم. انا صراحه عملتها علشان اعملها فيكم مقلب الصراحه، عشان ايه فاهم اللي بيطلعوا عليا اقسم بالله اطلعها عليكم. يلا نخش على الموقع التاني، نخش الموقع اللي بعديه. الموقع اللي بعديه اسمه اعمل لي اطفال فاهم، يعني مش عارف ازاي الصراحه هيعمل لي ازاي الصراحه. بس فكره الموقع ان انت بتجيب صورتك وصوره حد تاني، هو بيحط لك بقى الصورتين على بعض دولت ويجيب لك ابنك في المستقبل هيبقى شكله عامل ازاي تمام. اولا يعني والله العظيم منظر الموقع يخض اصلا، شكله مرعب لوحده فاهم، كانه معمول من الستينات لو كان في نت اصلا مش عارف. اول حاجه هنا بيقول لك اختار صورتك او تختار صوره مثلا ايه ممثلين مغنيين والكلام دوت، فهنختار صورتنا. بعدين ندوس نيكست، ودلوقتي انا المفروض اختار صوره بقى شريك حياتي تمام. زي ما انت شايف هو رازع لك كميه ممثلين ومغنيين صراحه من القرن ال18 اقسم بالله مش فاهم صورته قديمه قوي. ماشي تعال نبدا بقى انجينا جولي. الله يعني لو انا وانجينا جولي جبنا طفل صغنن هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ندوس نيكست. ايوه انا العبد لله ده. وانجينا جولي معرفش الصراحه الميكس هيطلع ازاي، بس هيطلع مقرف. بيقول لك انت بتتمنى الطفل يبقى ايه، يبقى بنت ولا واد؟ اللي يجيبه ربنا يا خير صراحه اي حاجه. بيقول لي عايز لون البشره يبقى ايه، يبقى فاتح ولا غامق ولا انت شايف ايه؟ ما انت ميكس بقى من الالوان بقى ولا ايه؟ هنقول له هو يختار مع نفسه اسم الطفل عبد ربه. هو واد بنت يبقى عبد ربه على طول. ماشي اختار فريم. ايه القرف دوت والله العظيم، الحاجات دي كانت بتعملها على الكودك زمان فاهم، اللي بتروح تستلم الصوره في 3 ثواني. ماشي نيكست. دلوقتي هو بيعمل الطفل ايه ده؟ اوكي ماشي هو اللي بيعمل لنا الطفل. ايوه يا رب يا رب. لا اله الا الله لا اله الا الله. اوكي المفروض ده يا جماعه المفروض دي بنتنا، هي طلعت بنت. ايوه بنتنا انا وانجينا جولي. هي وشها مش متركب على دماغها يعني تحس فاهم الجزء دوت مش متركب على الجزء دوت والله العظيم. في حاجه غريبه في 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 عيب خلقي حصل فاهم. خلاص انا هتفق مع انجينا جولي يا جماعه ما نجيبش اطفال، بس هي تيجي. بس بيقول لك اعمل اطفال تانيين، هنعمل اطفال تانيين احنا فاضيين يا باشا. تعالى نشوف حد تاني ندبسه في العمليه دي. عندنا مين؟ ايوه ايما واتسون بتاعت يا جماعه بتاعت هاري بوتر، بتاعت هاري بوتر. نخش نشوف هتبقى عامله ازاي. ماشي عارف هترضى بايه؟ مش ما علينا ما علينا هتنفع تنفع. بص بقى انا ايه عايز واد بقى المره دي، عايز واد. هاتلي الواد. البنت اللي فات كان اسمها عبد ربه فاهم، هاتلي لنا واد بقى اسمه ايه مثلا؟ شلبي. حط لنا في فريم كيوت بقى حلو دوت. بيبي جيرل مكتوب بيبي جيرل بس هيطلع واد في الاخر مش مهم. جاهزه ايما؟ يلا ربنا معاكي. يا رب يطلع كيوت يا رب، يا رب يطلع كيوت يا رب، يا رب يطلع كيوت. لا اله الا الله. خديه مش عايزه. يا ساتر يا رب. الواد مرعب، الواد شكله مرعب، الواد عنده 30 سنه تقريبا والله العظيم. هو ليه لابس جرافطه؟ بس الواد مش واخد مني اي حاجه، واخد عينيها مش واخد حتى عينيها. ده مش تبعنا الواد ده. الو ولا شلبي ولا ارجع لا شلبي مش عايزك ليتل شلبي. كفايه. نخش على الموقع اللي بعده عشان هيجي لي كوابيس اللي بعده. والله يا جماعه الموقع دوت ناس كتير قوي اتكلمت عليه. بيقول لك الموقع دوت بيحل المشاكل بضغطه زر. زي ما شايفين الزرار دوت مكتوب عليه ميك ايفري سينج اوكي، يعني خلي كل حاجه كويسه. عندك اي مشاكل في الدنيا، اي مشاكل في الحياه،
نفسيا. انت بص على الزرار دوت كل مشاكلك بتتحل. انا مش عارف ازاي الصراحه، بس هو بيقول لك كده، فهنجرب هنجرب هنجرب. وبيقول لك ناس كتير جربته ونفع، فهنجرب. وبالمناسبه الموقع اسمه كده برضو، ميك ايفريثينج اوكي. يلا هندوس. بسم الله الرحمن، ندوس على الزرار. ميكينج ايفريثينج اوكي ان بروجريس. دلوقتي هو بيخلي كل حاجه كويسه عندي. ماشي ان شاء الله. ها ايوه عمل لودنج خلاص. ده اسرع من حياتي والله، اسرع من انت عندي. دلوقتي بقى بيقول لك ايه، everything is okay now. فاعتقد كل حاجاتي حياتي بقت احسن. انا مش حاسس بتغيير، اشوف محفظتي فيها فلوس ولا لا. بس بيقول لك ايه، لو كل حاجه لسه ما بقتش كويسه، فلو سمحت خش على السيتنجز بتاعت البرنامج دوت وغير فيها شويه. ايه ده يعني؟ ايه ده انت؟ هو بيقول ايه؟ هو ضحك عليا. فين السيتنجز؟ مفيش سيتنجز حتى كمان، مفيش سيتنجز. الو انا قلت هيغير حياتي. والنبي يا جدعان، حد يقول لي ليه واحد عامل موقع زي دوت؟ يعني ليه والله العظيم، وموقع مشهور كمان يعني. على العموم يا جماعه، زي ما قلت لكم اسم الموقع اهو، اللي حابب يخش يجرب الزرار دوت يجرب، يمكن ينفع معاك يا اخي. دوس على الزرار مثلا يجي لك خبر حلو ولا حاجه. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. بص يا جماعه، الموقع اللي جاي دوت المفروض اصلا بيتعمل بيه حاجه ثانيه. الموقع ده عباره عن انت بتخش تكتب كلام، والكمبيوتر بيجيب لك واحده تقول الكلام دوت اكنها واحده حقيقيه بالظبط. اي حاجه انت كاتبها هي بتقولها. كنت الموقع ده بيقول لو انت مثلا عندك اعلان، عندك مثلا مؤتمر، فهي بدل ما انت بتقول الكلام هي تقوله. فاهم؟ حاجات كبيره جدا صراحه. انا هخش استخدمه استخدام ثاني الصراحه. انا هخش اعمل عليه جر فريند بتاعتي. فنداء لاي حد سنجل، فاهم؟ عايز تضحك على اصحابك، خش على الموقع دوت واكتب اللي انت عايزه، وتقريبا يعني هيجي لك الكلام صح، فاهم؟ وابعته لاصحابك، اقول بص الموزه بتاعتي كده يعني. تعال نجرب تعال نجرب. المفروض يبقى عندك ثلاث اشكال تقريبا يعني. عندنا الذكر هنا مالناش دعوه بيه طبعا، احنا مالناش دعوه، بس طبعا لو بنات يعني ده الذكر. عندنا بنت هنا بس تقريبا هي بتتكلم عن المرض الكوكو دوت، فاهمين؟ بس فاكس مش عايزينه. احنا هنجيب البنت دي، شكلها حلو. الحلو ايه بقى؟ ان انت ممكن تكتب بالعربي وهي تنطق بالعربي. انا خليها تقول ايه بقى؟ هاي مروان، وحشني قوي يا حبيبي، بقالك فتره مش بتعبرني، ارجوك رد على الموبايل، مش بعرف انام من غير ما اسمع صوتك. ايه ده؟ صوتك بجد بحلم بيك كل يوم، وعايزاك دايما في حياتي. ايوه حياتي. ها هتيجي تكلم بابا امتى بقى؟ احبك قوي يا مارو. حلو قوي الكلام ده. هو فاضل لنا 7 حروف بس، فاكس خلاص كفايه. المفروض بقى انت تدوس كونتينيو هنا اهو، وتملى البيانات دي. المفروض بقى ان هو تمام، بيقعد من 5 ل10 دقايق، بعد كده يتبعت لك على الايميل الفيديو والكلام ده كله مبعوث فيه. فتعال نخش على المواقع الثانيه نكمل فيها لحد ما الفيديو يتبعت. اعتقد الموقع الجاي دوت معظمكم عارفينه تقريبا، لان في اكتر من يوتيوبر عمل عنه فيديو. بس حرفيا ده اول مره انا اخش على الموقع دوت او استخدمه او اجرب اللعبه دي. فكره اللعبه ان بيكتب لك كلمه او حاجه وتترسمها بسرعه، وتشوف الذكاء الاصطناعي بتاع جوجل هيعرف ازاي الرسمه دي ولا لا، والمفروض ليك وقت معين وتحاول تنجز فيه بسرعه الرسمه. فتعال نخش نشوف الاختبار دوت هيبقى عامل ازاي. واحلى حاجه ان هي بالعربي كمان. يلا نبدا الرسم. ايوه درج. ايه درج؟ درج درج دوت مش سلم اعتقد، سلم صح كده اهو، انه درج. سنجاب 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 ازاي؟ سنجاب سنجاب. ممكن نعمل كده اهو. ايوه بقى كده نعمل كده اهو، مش عارف هو هيبقى عامل ازاي بقى كده. ده ديله تمام، ده ديل السنجاب. معلش يا جماعه، وايده اهو، ايده اهو. ايوه هذا سنجاب. عاش يس. اله حاسبه. ماشي نعمل كده اهو، كده اهو. انا هحاول اكسب في الاختبار ده يا جماعه اقسم بالله. نعمل كده اهو. ايوه ماشي بقى كده نعمل زرار كده اهو، زرار كتير صح. ايه ده عارفه لوحده؟ ماشي ماشي. حافله 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 اتوبيس يعني. نعمل كده اهو. ماشي هو معاق شويه، معلش بقى نعمل كده اهو، كده اهو. ايوه وانا ايوه انها حافله. الله اكبر عليا. امطار ايه ده؟ ماشي امطار. مش هنعمل سحب سحاب كده اهو. مطر مطر بقى، مطر مطر نازل. عرفت انها امطار، اقسم بالله انا ذكي. ماشي زجاجه نبيز. اوكي ماشي كده هنعمل زجاجه. هنعمل كده اهو. تمام تمام نازل ده جد. الله ايه ده يا جدعان؟ والله العظيم انا كويس جدا، ما شاء الله عليا، ما شاء الله. عارف السته يا جماعه؟ مفيش منافسه، مفيش منافسه اقسم بالله. تعال نخش واحده كمان، تعال نخش واحده كمان نشوف ايه ذكائنا هيبقى عامل ازاي. شجره. لا سهله دي، سهله يا عم، معروفه. بنعمل كده اهو. ايوه نعمل نرسم. ايوه كده اهو، بس خلاص انها شجره. كوع. ايه ده كوع؟ ايه الكوع ده؟ ماشي ادي شخص، ادي اهو، ادي ايده. انا هو انا بعمله سهم ليه؟ كوع اهو، لازم تاكد كده. انا كوع اهو، انا بحط له سهم ليه؟ كوع. سيارة نقل. ماشي هنعمل عربية نص نقل يا جماعة. أيوة أهي تمام بقى كده نعمل أهو. أيوة أهو شاحنة. لا دي سيارة نقل، سيارة نقل أقسم بالله. راجل جوه أهو بيشرب سجاير أهو، والله العظيم بيشرب سجاير أهو يا عم. أنت أهو نقل أهو. طائرة سهلة سهلة سهلة. نعمل طيارة كده أهو. دي مش عارف الطيارة دي عاملة إزاي صراحة، بس هي طيارة. أرى شيء معجب. معجب إيه؟ طيارة أهي. هو سبكة قرش يا عم، طيارة أقسم بالله. أنا ما جبتش ولا واحدة. سلة سهلة 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 أهي. بص أهي. إيه ده؟ مش عارف ليه عاملة كده الصراحة، بس سلة يا أخي سلة أهي. ألا حسبة إيه؟ الله أحرقك يا لهوي. قصدك سلة مهملات مثلا؟ أهي أنا ما جبتش ولا واحدة. نادي جولف، أرسم نادي جولف. أعملها إزاي دي؟ أعملها إزاي دي أقسم بالله؟ دي بتاعت الجولف أهي. أنا عرفت نادي جولف. إيه ده؟ الحمد لله يا جماعة، فشلت في كله إلا واحدة بس، وعملتها أصلا بالصدفة وهبت. إزاي معلش دي كوع؟ معلش بقى إيه ده؟ إيه ده؟ أنا كنت ممكن أعمل كده والله العظيم، فكرت في كده في الأول بس قلت مش هيعرف. خلاص خلاص ماشي ماشي. ده أنا كده تعالى نشيل كده لو البت بعتت، لأن صراحة بتزن عليا من الصبح وأنا صراحة مش قادر مش قادر. بعتت بعتت بعتت. استنى هي هي هي. بقول لكم يعني أنا من نفسي أنا مش واخدين بالنا، مش واخدين بالنا.
صباح الخير. انت تاني اموري بقى، انا بحاول اهرب من البيت دي بكل. انجزي، عايزه ايه مني؟ هاي مروان، وحشني او يا حبيبي، بقالك فترتي مش بتعبرني، ارجوك رد علي الموبايل. مش بعرفي انام من غير ما اسمع صوتك، بجد بحلم بك كل يوم وعايزاك دايما في حياتي. ان هتيجي تكلم بابا امتي بقيه بحبك اوايا مرو. ايه ده؟ تعبرني وحاجات غريبه. ايه ده؟ في ايه اللي تعبرني يا باشا؟ لك فترتي مش بتعبرني. ايوه ارجوك رد علي الموبايل. مش بعرفي انام من غير مش بعرفي مش بعرف انام من غيرك. تمام. مع صوتك بجد بحلم بك كل يوم وعايزاك دايما في حياتي. في حياتي. اوكي ماشي. اللي بعد ايه بقى؟ ان هتيجي تكلم بابا امتي بقى. ايه بابا دي؟ مش عارف تقولي بابا؟ ايه بابا دي؟ بحبك اوايا مرو. انا كمان برضو ما بحبكيش. هيصه يلا هيصه يلا، اقسم بالله. بص اكتب انت عايزه بقى فاهم، وتبعت يا ليه. حابب اعرفك يا جماعه، صاحبتي الجديده اسمها اسمها ناديه، اسمها ناديه، ناديه ناديه، بيتبعت لك ايميل باسم ناديه، فهي ناديه معروف. اه يا جماعه البنات دول معرفش ما بيسيبوا يعني ما بيسيبوش الواحد في حاله. اوف. بتاع كل اطراب اصلا وعمتني تقريبا. اللي بعده اللي بعده. صدقني انا مش عارف الموقع ده اتعمل ليه، يعني هو حاطط لك ايه رول بتاع مناديل تمام، وانت المفروض بقى تفضل تشد الرول دوت لحد ما يصغر. انا مش عارف ايه التفاهه دوت. عجائب الانترنت، عجائب الانترنت. تمام. المفروض نفضل نشد كده، انا عايز بس اشوف اخرها هيحصل ايه. يعني انا ما وصلتش اخرها. هو بيصغر ولا ما بيصغرش؟ هي بتصغر بس يعني تمام، مش باينه ولا هتبقى فاضي. اقسم بالله ومش وراك اي حاجه تعملها فتفتح الموقع اللي زي دي. فاهم؟ مش بتضيع وقتك، انت بتخسر حياتك. قربنا قربنا يا قربنا قربنا. هي دلوقتي اتاكدنا ان هي بتظهر. خلاص هانت اخيرا، هحقق حلمي. بكره هتخلص خلاص اهي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليا. انا متاكد ان مش هيحصل حاجه في الاخر، والله العظيم بضيع وقتي فعلا. ايوه ايوه اخر ورقه وقعت. ايه بقى ايه بقى بجد ايه بقى؟ الو هو استاذ؟ لا لا ده جايب لي واحده ثانيه يا عم. لا احنا مش فاضيين يا باشا. ده جايب لي واحده اكبر تقريبا، والله العظيم حاسس انها اكبر شويه. صح اعرض شويه. لا لا مش هقدر. معلش فاضي للدرجه دي. معلش حد يقول لي ليه الموقع دي معموله؟ والله العظيم الموقع اللي بعديه المفروض اسمه اكاد باونس، مش عارف ده بيعمل ايه الصراحه. بس هنخش في ايه ده؟ في ايه ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه ده؟ حدف لي قطط. ايه ده؟ في ايه القطط اللي عامله كيلوكس؟ ايه ده؟ انت ممكن تمسكهم ماشي وتزقهم بيروحوا يمين وشمال ماشي. انا رايح حدفت واحده فوق ماتت صح؟ ايه ده انا بطيرهم، انا قتلتهم كلهم. انا دوست على الزر ده بس والله العظيم. ايه والله العظيم بس كده صح؟ بس كده. انا حاسس ان احنا يعني عارف، يعني حاسس ان انا في نص ساعه طروا من يعني طروا من حياتي والله العظيم. مش عارف ليه. طب انا في كانت في قطتين عايز العب بيهم. طيب يا باشا انا متاكد انه نوم. لا يابا انا حياتي غاليه عليا. لا شكرا شكرا ستوب يا جدعان. لا كفايه كده، عشان ايه احنا بنضيع وقتنا الثمين في حاجات اتفه من حياتي. ستوب ستوب ادوس ستوب طولي تاني والله العظيم. واسك يا شباب، ده كان فيديو النهارده. رب يكون الفيديو عجبكم. اتمنى ان انا ضيعت لكم وقتكم زي ما انا ضيعت وقتي في الحياه الهبله دي. يعني حد بجد يعني حد عاقل كده يجي تحت الكومنتات يقول لي الحاجات دي موجوده ليه؟ يعني ليه موجوده ليه في الحياه كده؟ ليه مين ليه عملها اصلا؟ طبعا هتلاقي كل المواقع دي تحت في الديسكربشن لو حد عايز يخش يضيع وقته في اي حاجه من دول. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت تعمل لايك للفيديو دوت، وصل الفيديو دوت ل 30,000 لايك زي ما قلت لكم. واشترك لو اشترك وشغل الجرس، وتابعني على كل السوشيال ميديا انستجرام وتويتر. وحاجه كمان، تابعني على تيك توك، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن تحت، عشان احاول انزل عليه كليبات صغيره كده. وبس كده، اشوفكم في الفيديو جدا جدا، واشوفكم في الفيديو الجاي. و جود باي.